يا دكتور عايز اطلع ارد على خالد عبد الله. لا 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 هجيب سيرته خالص هنا. لا خالص دكتور. السلام عليكم. اهم حاجه الستر. اهم حاجه دكتور. عليكم السلام. موضوع خطبه حضرتك النهارده كانت شيقه وفجرت بعض النقاط كده ابرزها. رجب طيب بعد اذن تعليق حضرتك بس على بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ضد قانون الطوارئ اولا مع قطع رقاب البلطجيه التابعين للفلول. الثوره المصريه لا تعرف بلطجيه ولا تعرف حرق ولا تعرف هدم. نحن من حمى مصر وحافظ على ثرواتها وممتلكاتها في 25 يناير ايام ما كانت الشرطه مش موجوده. وبالتالي الذي يبني لا يعرف الهدم، والذي يجمع لا يعرف الفرقه، والذي يحافظ على البلد لا يعرف حرق البلد. الذين يحرقون البلد هم اتباع النظام السابق والفلول والبلطجيه التابعين لرجال الاعمال المستفيدين من حاله الفوضى المستمره في مصر. وبالتالي إن كنا نطالب باتخاذ موقف حاسم مع هؤلاء، ليس معنى ذلك أن يفعل قانون البلطجة على كل الناس وأن يفعل قانون البلطجة على أصحاب الرأي والسياسيين وإن كانوا أعلنوا ذلك، لكن إحنا عاوزين ما نكونش العبارات مطاطة ومش وإحنا قانون العقوبات في مصر قادر على أن يحدث العقوبات الرادعة اللي تصون وتحمي هذا الوطن من أي حد يحاول حرقه. المسألة الثانية إن إحنا بننادي دايما بتفعيل قانون الغدر وتوافق كل جموع الشعب المصري على أن يفعل قانون الغدر وأن يحاكم هؤلاء سياسيا الذين حرقوا ونهبوا وسلبوا وسرقوا البلد في 30 سنة، يحاكموا بقانون الغدر. لا يستجيب المسؤولين وفي نفس الوقت الشعب المصري بكل طوائفه ترفض قانون الطوارئ ويفرض عليهم قانون الطوارئ. يعني هل القائمين الآن على البلد يستجيبون لمطالب الثورة ومطالب الشعب ولا هم بيقودوا الثورة على وفق ما يريدونه هم حتى ولو كان ده بيصطدم مع رؤانا أو مع وجهات نظرنا أو مع حتى مطالبنا الشعبية؟ المسألة الثالثة إن المحاكمات التي تتم الآن ودخول بعض الفلول في قاعات المحكمة ورفع صور المتهمين، هذه إهانة للثورة المصرية وإهانة لكرامة الشهداء وإهانة لمطالبنا اللي احنا لسه بنجتمع عليها. الحاجة الرابعة إن أنا بأحذر ناصحا ولست مهاجما ولست يعني مهددا أحدا، أحذر 25 يناير القادم أتمنى أن يكون يوم نحتفل فيه بتحقيق مطالب الثورة أفضل من أنه يكون يوم يخرج فيه الشعب المصري بثورة ثانية إذا ما نظر حوله فلم يجد أن مطالب الثورة التي قام من أجلها لم تتحقق. مصر أهم بكثير وأغلى بكثير من التصرفات اللي احنا بنشوفها. رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي المحترم نحن نحبه ونقدره ونجله ونرحب به في مصر، لكننا نرفض أن يصدر للرأي العام على أن مصر ما فيهاش قيادات أو أن مصر ما فيهاش زعامات أو ما فيهاش قامات في نفس قامة رجب طيب أردوغان. لا، في مصر زعامات وقيادات في نفس قامته وفي نفس حجمه، وإن كنا نشكر له وقفته مع الاقتصاد المصري ونشكر له حضوره إلى مصر، إلا أنني أوجه حديثي للمصريين اللي جوه مصر، بلاش تهيئوا للشعب أن مصر ما فيهاش قامات وما فيهاش زعامات وأن احنا منتظرين المنقذ اللي ينقذنا. مصر ما غرقتش ومصر مش هتغرق ومش محتاجة منقذ، مصر محتاجة لحد يتعاون معانا. أهلا برجب طيب أردوغان كشريك اقتصادي، كشريك سياسي، كشريك في الرؤى تجاه القضية الفلسطينية، لكن لا نرحب بأي أحد على الإطلاق يريد أن يظهر أو أن يحقق اكتسابات شخصية أو مجد سياسي لنفسه على حساب الثورة المصرية. شكرا.